وصلنا إلى السبيشال فيتشرز للعضلة الثالثة المشكلة للأنتيرور أبدومنال وول اللي هي الترانسفيرسس أبدومنس. هذه العضلة كانت فقيرة في السبيشال كاركترستيك فيتشرز، فكان الحاجة الخصوصية لها هي وجود الأبنيوروسيس بتاعتها اللي اسمها ترانسفيرسس أبنيوروسيس. الترانسفيرسس أبنيوروسيس هي الأونلي سبيسيفيك كاركترستيك فيتشر اوف ذا ترانسفيرسس أبدومنس. العضلة اللي الفايبرز بتاعتها جاية من الخلف وماشية بالعرض في اتجاه الانسيرشن. في اتجاه الانسيرشن كان هذا الجزء من العضلة اسمه ترانسفيرسس أبنيوروسيس. هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن الوايد فايبرس انسيرشن اوف ذا ترانسفيرسس ابدومينس. له يعني ايه اللي خلانا نقول ان له سبيسيفيك كاركترستيك فيتشر؟ لانه كان عامل مع الريكتس ابدومينس مشكل سبيسيفيك ريليشن كاركترستيك ريليشن. هذا الابونيوروسيس اللي اسمه ترانسفيرسس ابونيوروسيس ذكر مع مين؟ ذكر مع البوستيريور وول اوف ذا ريكتس شيز. لم يذكر فقط مع البوستيريور وول، وذكر ايضا مع الانتيريور وول في منطقه اخرى. تعالوا نستوضح هذا الكلام. الاول ادينا شفنا شكله، ادي الترانسفيرسس ابونيوروسيس، وهنا لما قطعناها وظهر من تحتها مين؟ الفاشيا ترانسفيرساليس اللي بهذا الشكل. طيب ده ترانسفيرسس ابدومينس اللي هو الجزء المقطوع ده. الخصوصية بتاعته هي مساهمته في تكوين الريكتس شيس، وبالتالي السبيسيفيك ريليشن مع مين؟ مع الترانسفيرسس، مع الريكتس ابدومينس. ازاي؟ لو رجعنا للرسمة اللي ورا اللي قبلها كمان دي، لو رجعنا للرسمة ديت علشان نستعرض فيها الفورميشن اوف زي ريكتس شيس في المنطقة الثانية وفي المنطقة الثالثة. لما جينا نظرنا للبوستيريور وول اوف ذا ريكتس شيس في المنطقة الثانية اللي تقع بين الابر واللور ايميجينري لاينز، كنا وجدنا انها بتتكون من ايه؟ بتتكون من تو لايرز. اللاير الاولى اللي هي الانترنال اوبليك ابونيوروسيس بالبوستيريور لاميلا، واللاير الثانيه اللي هي الموست دي بالترانسفيرسس ابونيوروسيس اللي احنا بنتكلم عليها حالا. اذا الترانسفيرسس ابونيوروسيس كان في جزء في الابر بارت اوف ذا ريكتس شيس فوق مستوى الامبليكس كانت بتساهم في تكوين البوستيريور وول اوف ذا ريكتس شيس اللي بيقع خلف الريكتس ابدومينس. انما في اللور بارت دي كانت جزء من المؤامره. مين المؤامره؟ منطقه التمرد، التمرد العسكري اللي قامت بيه الابونيوروسيس بتاعه البوستيريور وول عند الارك ويت لاين ورفضها لبقائها في الوضع البوستيريور وهجرتها الى الامام. فنجد انها في المنطقه الثالثه تهاجر الى الانتيريور وول مع مين؟ مع كل من مع البوستيريور لاميلا اوف ذا انترنال اوبليك ابونيوروسيس ومساهمتها في تكوين الانتيريور لاير اوف ذا او الانتيريور وول اوف ذا ريكتس شيس. اذا الترانسفيرسس ابونيوروسيس في هذا البارت في الابر بارت اوف ذا ابدومينال وول فوق مستوى الامبليكس كانت بتكون البوستيريور وول اوف ذا ريكتس شيس يعني خلف الريكتس ابونيوروسيس، بينما في اللور بارت من تحت مستوى الاركويت لاين كانت بتساهم في مين؟ في تكوين الانتيريور وول اوف ايه؟ اوف ذا ريكتس شيس. دي كانت الخصوصية بتاعت مين؟ بتاعت الترانسفيرسس أبونيوروسيس. ملاش غير أبونيوروسيس اسمها ترانسفيرسس أبونيوروسيس، بالتالي فهي فقيرة فبتحاول تعوض نفسها بخصوصية أخرى بس مش من مادتها. الخصوصية التانية ليست من مادة الترانسفيرسس أبونيوروسيس لكنها حاجة تحمل اسم ترانسفيرسس، هي الفاشيا ترانسفيرساليس. هي لا علاقة لها بالماتيريال of the transverse abdominis لكنها عبارة عن facial lining of the inner surface of the transverse abdominis. الترانسفيرس ابدروس هي العضلة دي اهي التالتة دي اللي هي الديب هنا، ادي الاكسترنال اوبليك وادي الانترنال اوبليك وادي الترانسفيرسس ابدومينس. الانر لايننج بتاعها من هنا
الانر لايننج ده هو مين؟ هو الفاشيا ترانسفيرساليز. هذه الفاشيا ترانسفيرساليز كانت مفصوله عن البيروتونيوم اللي هو الغشاء المبطن للبذره باكسترا بيروتونيال فات تيشو. اذا الطبقه اللي احنا شايفينها امام عينينا دي كلها هي مين؟ الفاشيا ترانسفيرساليز اللي هي الانر لايننج اوف ذا ترانسفيرسس ابدومينس اللي بيعوض الشورتج النقص في الاستراكشر اوف ذا ترانسفيرسس ابدومينس مسل. طيب تعالوا نشوف الاكستنشنز. الابر اكستنشن، الابر اكستنشن هنجد ان الفاشيا ترانسفيرساليز تعمل لايننج للديافرام وتبقى كونتينوس مع الديافراماتيك فاشيا. ده من فوق. طب من تحت؟ من تحت من تحت منطقه المشاكل، منطقه الفيزلز الاكسترنال ايلياك فيزلز هي اللي بتحدد اشكال او شكل الفاشيا ترانسفيرساليز عند اللور او الانفيريور اسبكت بتاعها. فتعمل ايه؟ هنجد ديت الاكسترنال ايلياك فيزلز. على الميديال سايد اوف ذا اكسترنال ايلياك فيزلز هنجد ان الفاشيا ترانسفيرساليز بتخاف. ليه؟ دي منطقه المشاكل الكبيره، دي منطقه الهرنيا، فهي هنا بتستخبى ورا مين؟ ورا الكونجوينت تندون، وتروح تتصل بنفس الاماكن اللي الكونجوينت تندون متصل بيها، فنجدها متصله في هذا الموقع بالبيكتينيال لاين والبيوبيك كريست، هذا الموقع اللي يقع على الميديال سايد اوف ذا اكسترنال ايلياك فيزلز. طيب اباف ذا اكسترنال ايلياك، اباف يعني ايه؟ يعني اوفر، يعني انتيريور، يعني ان فرونت اوف ذا اكسترنال ايلياك فيزلز، هنجد الفاشيا ترانسفيرساليز تعدي للامام، تعدي للامام وتشكل مين؟ دي هتشكل الانتيريور وول اوف ذا فيمورال شيس بالاشتراك مع الفاشيا الياكا اللي هي كانت مغلفه العضله دي اللي هي اسمها ايه؟ اللي اسمها الالياكاس ماسل. طيب لاترال الاكسترنال ايلياك فيزلز هتروح تعمل ايه؟ هتروح تتصل، هتتصل بمين؟ هتتصل بالالياك كريست وتبقى كونتينوس مع الفاشيا الياكا اللي تقع على اللاترال بارت اوف ذا انجوينال ليجامنت. طيب ده كان اللور اكستنشن او الانفيريور اكستنشنز اوف ذا فاشيا ترانسفيرساليز. طب انتيريورلي في الامام، انتيريورلي في الامام يعني في الجزء المقطوع، فنجد الفاشيا ترانسفيرساليز في الامام كانت بتعمل ايه؟ كانت كونتينوس مع الفاشيا ترانسفيرساليز اللي في الناحيه الجاي الناحيه المقابله لا في الاوبوزيت سايد. اما بوستيريورلي في الخلف هنا فكانت الفاشيا ترانسفيرساليز معديه على مين؟ معديه مع على الكدني وتبقى كونتينوس مع مين؟ مع الرينال فاشيا. دي كانت الفاشيا ترانسفيرساليز. طب نيجي نشوف البلاد سبلاي اوف ذا انتيريور ابدومينال وول بالاجزاء بتاعته اللي احنا درسناها. كيف يستمد البلاد سبلاي بتاعه؟ عن طريق عدد 8 ارتريز، منهم ارتري جاي من فوق وارتريز جايه من الباك وارتريز جايه من تحت. الارتري اللي جاي من فوق احنا لو نتذكر الانترنال ثوراسيك ارتري اللي الاسم القديم بتاعه الانترنال ميموري، هذا الارتر اللي بيجي من تحت الكوستال مارجن بيتفرع الفرعين اتنين. اول واحد كان ماشي مع الكونتينويشن بتاعه اسمه السوبيريور ايبيجاستريك ارتري، والارتري التاني اللي هو واحد من التو تيرمينال برانشز كان اسمه الماسكولو فرينيك ارتري. يبقى السوبيريور ايبيجاستريك هيدخل للبوستيريور وول اوف ذا ريكتاس شيس، يخترق ويمشي بين المصل اللي هي الريكتاس ابدومينس ويتفرع ويعمل انستموزس. هنشوفه دلوقتي يعمل انستموزس مع مين. الارتري الثاني اللي كان اسمه الماسكولوفرينيك اللي كان ماشي موازي للكوستال مارجن وهيغذي الجزء من الابدومينال وول موجود في هذا المكان. كل من هذان الارتريز التو ارتريز بيعملوا انستموزس مع مين؟ فنجد الماسكولوفرينيك بيعمل انستموزس مع ارتري اخر كان جاي من الباك، هو التنس انتركوستال، تنس بوست انتركوستال ارتري اللي هو بوستير انتركوستال ارتري. هنجد الارتري كمان اللي هو 11 انتركوستال، ونفتكر ان مفيش 12 انتركوستال، ده في سبكوستال ارتري، ده ال 11 انتركوستال وده بعد كده السبكوستال ارتري، دول هيتولوا تغذيه البوستيريور بارت اوف ذا انتيريور وول اوف ذا ايه؟ اوف ذا انتيريور ابدومينال وول. طيب هنا هيحصل في انستموزس ازاي؟ انا عندي لسه السوبيريور ايبيجاستريك وعندي السبكوستال، هيعملوا انستموزس مع مين؟ لو نزلنا تحت شويه
هنجد ان كان في عندنا الاكسترنال ايلياك ارتري اللي هو واحد من البرانشز اوف ذا كومن ايلياك اللي هو واحد من التوتر من البرانشز اوف ابدومنال الاورطه اللي دخل من تحت الانجوين الليجمنت، كان هيديني هنا اللي هو الكنتوشن بتاع الفيمورال ارتري، كان هيديني هنا اتنين ارتريز هيشاركوا في تكوين الابدومنال وول. اول واحد اسمه انفيريور ايبيجاستريك ارتري، الانفيريور ايبيجاستريك ارتري ده كان برانش من الاكسترنال ايلياك، هيخش لل انتيور ابدومنال وول ازاي؟ انه هيخترق البوستيريور وول عند مين؟ عند الخط المقوس، عند منطقة التمرد العسكري، عند الاركوت لاين، وهيعبر ان فرانت اوف ذا اركوت لاين ويدخل للبوستيريور وول اوف ذا ريكتس شيس بينه وبين المصل ويعمل انستموزس مع الارتر اللي جاي من فوق اللي اسمه السوبيريور ايبيجاستريك ارتري. هيدينا ارتري اخر يمشي على اللاترال سايد اسمه ديب سيركمفليكس الياك ارتري، هيمشي موازي للانجوينا ليجمنت بس من فوق، والارتري ده اللي هو الديب سيركمفليكس الياك هيطلع لي ارتري يطلع لفوق اسمه اسندنج برانش. هذا الاسندنج ارتري اللي جاي من الديب سيركمفليكس الياك ارتري هيروح يعمل انستموزس مع الارتري اللي جاي من فوق اللي اسمه السبكوستال ارتري. بالشكل ده تتولى هذه الايت ارتريز تغذيه الانتيريور ابدومينال وول بلاتس بالبلاتس سبلاي. وده كان مين؟ ده كان الريكتس شيس، ونوضح فيه زي ما قلنا اهو الريكتس شيس، وادي السوبيريور وانفيريور جاستريك كانوا ماشيين بداخله، بس بداخله خلف المص، انا مشففته هنا فعلشان ابين ان هو داخل التو ارتريز دول ماشيين بداخل الشيس بين البوستيريور وول وبين المصل بتاعتنا اللي اسمها الريكتس ابدومينس مصل. بالشكل ده خلصنا الارتيريال سبلاي اوف ذا انتيرو ابدومينال وول. الفينز هي فينز مناظره وتمشي في الاتجاه المعاكس وهتصب في فينز تحمل اسماء الارتريز لكنها تمشي في الاتجاه المخالف.